بهالفيديو راح ألعب معاكم مع متابعيني لأول مرة من 10 سنوات. إيه مثل ما سمعتوا، آخر مرة حملت فيديو لعبت فيه مع المتابعين كان بعام 2012، من 10 سنوات كان أول وآخر فيديو. فحالياً راح ألعب معاكم Call of Duty Warzone، بس ما راح يكون لعب عشوائي وخلاص، لا، بل راح أتحدى المتابعين وراح يكون في جوائز بقيمة $400. بكل اختصار اللي راح يصير بهالفيديو، عندي سيرفر ديسكورد، الرابط موجود بالوصف لو بدك تدخل عليه. عندي سيرفر ديسكورد جمعت فيه متابعيني وقسمتهم على 5 أفرقة، كل فريق فيه 3 لاعبين، وراح ألعب مع كل فريق منهم Call of Duty Warzone Battle Royale، والفريق اللي راح أفوز معه راح يربحوا جميعهم نسخ Call of Duty Vanguard، النسخة الخاصة يلي سعرها $100. وبعد كذا الفريق الفائز اللي راح يربح نسخ Call of Duty Vanguard راح خليهم يلعبوا ضد بعض، والفائز منهم راح يربح نسخة Call of Duty Modern Warfare 2 القادمة اللي سعرها $100، النسخة الخاصة. فراح أتحدى متابعيني ووزع عليهم جوائز بقيمة $400. ومو بس هم راح يربحوا، لا، حتى أنتوا. هذا الفيديو عليه giveaway على نسخة Call of Duty Modern Warfare 2 الخاصة. كل عليك تسويه إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليها، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك المنصة اللي ودك تربح عليها Call of Duty Modern Warfare 2، بلاي ستيشن، اكس بوكس أو البي سي. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. اوكي، الفريق الاول، يا هلا والله شباب، جاهزين؟ اهلا وسهلا، جاهزين. اهلا وسهلا، ان شاء الله جاهزين باذن. انتوا الفريق الاول، ها راح تكونوا الفريق الاخير انه خلاص نفوز ونسحب مع باقي الشعب ولا كيف؟ يا ان شاء الله باذن الله. يلا يلا. A few moments later. والله يا انتبه تكفى. لا، هذا مطلع اللون الدارك ماتر حق فانغارد، اكيد بيكون داعي. ايه جيجي. نعم جيجي. حاولنا. اوكي شباب، الفريق الثاني جاهزين؟ ان شاء الله جاهزين. انت الفريق الثاني، الفريق الاول للاسف خسرنا من بدايه الجيم، ما لحقنا نتنفس، فان شاء الله لا. اوكي، بدايه سيئه، اخترتوا نفس مكان الفريق الاول. نزلنا بهالمكان ومتنا كلنا. much later. والله حقود هذا. مش لو جيت شيء. تيم ثاني على اليسار. من يمين. لا سحبتوا علي شباب، حطوا. لا 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 راح نشترك، راح نشترك. زوز علي. لا لا يا شباب، لا يا شباب، لا لا لا. دي جي. لا انتوا كصراحة وصلتوا اعلى من الفريق الاول بكثير يعني. اوكي شباب، الفريق الثالث جاهزين ولا هتخسروا نفس الاول والثاني؟ ابشرك باذن الله نفوز. خفت علي يا بشار. شوفوا الفريق الاول والثاني اختاروا نفس المكان والاثنين خسروا. خلينا نشوفوا انتوا هتختاروا نفس المكان ولا لا. اختاروا مكان. يلا اقترح. وش طبت بالغلط؟ هناك روح. اوكي حلو. لان الفريق الاول، الفريق الاول والثاني حطوا هذا اللي ورانا قمة الجبل. ها الشاف شفته؟ وين 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 وين؟ ما شفت حد. ورانا في ناس. تكفى. انا بهج، مع السلامة. انت وحش تقدر. لا وين؟ ما اشوفه. وين؟ في كل مكان. كلمة اسمع، مكان ما ذبحني في واحد بالضبط. مكان المفترض اني اهرب، ما عندي سلاح. والله انور انت هتلقم. لا يا اخي انور هج، ما اعرفكم. انور معاك اسفة سلاح. ايوه انت تستطيع، انت تستطيع، انت قوي. لا 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 لا، كلنا نؤمن بك. انت وحش يا انور، روح يا وحش. نعم انور تكفى، يرحم امك تكفى. نزلوا عليه قصف خنابل وقصف وسكواد، وهو المسكين ما معه الا ريفولفر. جي جي شباب، جي جي. اوكي شباب،
الفريق الرابع، الفريق الاول والثاني والثالث متنا من البداية. انتو كيف الوضع معكم شباب؟ لا باذن الله حبيبي نحاول ان شاء الله. يلا باذن الله باذن الله العب معك يعني نجد. لا يا شباب لا خليتوني لحالي. يلا يا بشار شوف اللعب الحقيقي. ما معي ولا شيلد ولا دولار وبينج 140 راحنا فيها. يلا تقدر تقدر نرجع نعطيك بيت الشعر، اما غنات الذيب ولا مماته خلص. اما غلات الذيب مش فاهم البيت الشعر شو شو المقصد منه. غنات الذيب يعني الذيب اما غناته يكون اشد قوه له او يموت خلص شده بهالعيش. اوه والله حلو المثل. يلا اما غلات الذيب او مماته. يلا مثل ما قلت اما الذيب هذا او مدري. اوكي وين بسرعه. يلا كوماندر اشتريت واحد اشتريتك ومت. يلا حطيت الجيم برقبتك يا وحش. الجيم برقبتي. ايوه الجيم والامل الشخص الغلط. 800 وتقدر تشتري واحد. لا 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 لا, لا انت تستطيع انت تستطيع. جي 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 انتو اكتر سكواد طول على فكرة. اوكي الفريق الخامس الى الان ما حد فاز. شو يا شباب الفوز عندكم اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. يلا حددوا مكان وننزل. ترى في فريقين حددوا أبعد شيء. ما في فريق حددوا ابعد شيء وما فادهم. بس يلا later. لا لا في سكواد علينا. ناس وين 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 لو حد شافهم يحدد. داون داون واحد نيرلي داون واحد وان شوت. طيحت الثاني طيحت الثاني. في غيره؟ انا اقول ندخل بيوت. انا اقول نشرد. انا اقول بلان بي. وفي بلان اي اصلا اللي هي فيس ذا انمي. القم 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 كفو كفو. لا لا بقى في ناس فوقنا في ناس فوقنا. الله ياخذك الله ياخذك الله ياخذك. شلي ام الدرع. خلاص انها لحظة الوداع. لحظة مع السلة لحظة الوداع. جي جي كم هذا السكواد هذا السكواد اللي ذبحنا اللي ذبحني مركز العاش. جي 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 شباب واحد منزل يعطيكم العافية. اوكي شباب الفريق قبل الاخير الى الان ما فزنا. الى الان اعلى شيء وصلنا المرتبة التاسعة. هل راح نفوز معاكم؟ تمام اكيد اكيد جاهزين والله. سمعت هالكلام مع كل الشباب بعد كذا كولاك جيم اوفر. حقيقي والله بشار ان شاء الله لك طاعن بالبشار. وقف 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 هنا وقف هنا دقيقه. لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلوكم معنا. سلموني مثل ما قال لكم يا شباب لايك اشتراك فيفرت شير. اهم شيء اهم شيء اللايك. ناس نو 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 ورانا وقدامنا. لا 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 همبرجر همبرجر نحن همبرجر من الجهه الثانيه من الجهه الثانيه همبرجر ورانا وقدامنا. اير سترايك اوه ماي يا اخي ما لقى شيء الا انا. يا الله لا لا ربنا ربنا بتشعنا بتشعنا. انت بيسارك يسارك واحد كمل سيده سيده. اوه سلام اطلع 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 ولا ارجع ارجع خلاص سوي ستارت لف جيم لف جيم. لا لا بس جي 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 يعطيكم العافيه. اوكي شباب انتوا حاليا الفريق الاخير. هل راح تفوزونا ولا خلاص خساره في خساره؟ يلا فاز باذن الله. يلا ان شاء الله حددوا حددوا على المكان. اوكي ادخل ادخل بشار. يلا يلا وين هذا البيت؟ هذا البيت فيه ناس؟ يا سلام سلام كليك 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 كليك. ضربة 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 حلو. اثنين اثنين تحت اثنين اثنين. لا لا تيم تيم. لا لا لا, لا, لا. أنا كيف 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 مت انا؟ انا كيف قنبلة غاز. ايوه شكله كان مع الريلود حقه غازي. حرام يا اخي والله حرام. يلا جي 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 شباب. اوكي شباب بما ان ما حد فاز للاسف فراح ارجع العب معاهم بس الماب الصغير اللي هو ريبيرث ايلاند ونسبه الفوز فيه راح تكون اعلى. راح ارجع ادخل مع نفس الفرق بالترتيب بس الفريق الاول ما راح يقدر يدخل اضطروا يروحوا فراح ابدا مع الفريق الثاني. فيلا خلينا نبدا.
اوكي شباب، انتو اول جيم راح العب معاه ريبيرث. اذا فزتوا هالجيم بتفوزوا كول اوف ديوتي فانغارد. فجاهزين؟ جاهزين. يلا يلا على السجن، على السجن يا قاتل، السجن يا قاتل يا مقتول. بسم الله. مات واحد ثاني بس. اوه والله شلت بشار، شلت مسدس. يلا انقلع، يلا وراك فول تيم، فول تيم. هات بشار ظلم فلانك. وخر لا هاش. باقي واحد حرام. اخر واحد حرام والله، باقي واحد كان بس. يلا فوق تعال بشار. واحد سيمو. هلو فوق اخر واحد. اركب وراي. جو نايس. نايس القم بس. كفو. وراك نايس. حلو والله. مجزرة صارت من شوي. في واحدين روفة هنا. تعال خلنا ندمج. هولا وانا جايكم من الجنب ندمج. يلا جاي طوزة. واثنين هذول. حلو كفو عليك والله، كفو عليك. انت وين؟ انا ضعت. اوكي يلا شت. اوكي نايس. حلو نايس. حلو نايس والله، جيم مولع. حول ولا قوة. يلا شباب، بقي لنا اخر سكواد. يلا ان شاء الله تفوز. هنا انا افتح لك الباب. اوكي يلا. لا حرام. شيل ورا. كفو عليكم. ليتس جو. كفو عليكم، مبروك كول اوف ديوتي فانغارد. طبعا باقي الشباب راح يزعلوا بس كفو. لا والله كفو، من اول جيم حماس. اوكي شباب، مبروك عليكم. راح ابعث لكم حاليا اكواد كول اوف ديوتي فانغارد، تحملوها. بس عندي فكره، بما انكم ما شاء الله يعني في بيناتكم تيم وورك جدا رهيب، فحاب اخرب هالشيء. ودي هيك تتخانقوا مع بعض وتكرهوا بعض. شو رايكم تحملوا اسمع شو رايكم تحملوا كول اوف ديوتي فانغارد، وبس خلصوا حندخل جيم نلعب فري فور اول كل واحد لوحده، والفائز منكم هيطلع بنسخه كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2، شخص واحد بس. شو رايكم، موافقين؟ يلا جهز لي منافسه. ليتس جيت. فيلا اليوم هتكرهوا بعض، روحوا حملوا فانغارد بس. حبايبي هنتخانق يا حبايبي للاسف. اوكي شباب، نحن حاليا بجيم سنايبرات بكول اوف ديوتي فانغارد، لازم بدون زوم سريع، واخر قتله توموهوك. يلا حظا موفقا لكم. وانا جبت اول قتله. وانا جبت ثاني قتله. طبعا شباب، لو انا فزت الثاني راح ياخذ اللعبه. لو انا فزت شكلي راح افوز عليكم والله شباب. لكن اشتغلوا على المركز الثاني. والله شباب اح شباب، انتم شكلكم لاعبين وارزون. بس لا امزح جايك. يلا الى الان انا الاول، لو فس انا الاول فالثاني هيربح. القم اوكي. يلا يا شباب، شكله عادل راح يفوز. عادل الاول وانا الثاني. بس فاير. خلاص نقول مبروك لعادل. والله ممكن انا اجيبك يا عادل، تعال.
اوه نايس. ايش 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 لا فكرة ما سويت شيء ما سويت شيء والله ما رميت قنبلة السيارة تفجرت وذبحتكم. شوفوا 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 الحظ كيف انا قاعد العب على ولا شيء واللعبة عم تعطيني كلات ببلاش. خذ خذ انت الثاني خذ انت الثالث رب الكل تعال انت وين اللي بعده تعال ايدي يا حي. هو من شاد بستل قال لقيت بستل طايح ابلع 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 شو عادل اخر قتله يا عادل تموهوك لو جبتها تفوز اوكي ميدو ورا جي جي مبروك مبروك الفوز يا عادل مبروك الفوز جي 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 اوه هيمو 28 انا فكرت هيمو مو قاتل حد هيمو انت عديتني على اخر لحظه حرام هيمو على اخر الجيم شد نايس سكند بليس خلاص مبروك عادل مودر وورفير 2 نسخه $100 انتوا يا شباب اليوم فلستوني ثلاث نسخ كول اوف ديوتي فانغارد نسخه $100 والله شكرا شكرا لك يا بشار حبيبي وحاليا مودر وورفير يرجع يرجع فارسك يا بشار مبروك مبروك تستاهلوا تستاهلوا فيا شباب كذا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك شاركونا بالتعليقات آرائكم عن هالفكرة هل ودكم أكررها بالمستقبل وغير كذا لازم تفوتوا على السيرفر الخاص فيني على موقع ديسكورد الرابط موجود بالوصف كل فترة بسوي فعاليات نفس كذا فأي بس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي شوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله مع السلامة.